الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على وجوب التستر عند الاغتسال إذا كان الإنسان متجردا من ثيابه، للأدلة الكثيرة الآمرة بستر العورة. ولذلك اغتسل أبو أيوب بين القرنين، وهما عمودان ينصب بينهما خيط يجعل عليه سترة، فيغتسل الإنسان وراءه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في سنن النسائي بإسناد صحيح من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله حيي ستير يحب التستر والحياء، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وفي رواية: فليتوارى بشيء. والأدلة على ذلك كثيرة.